يوم الهدى والنور والوحدة الإيمانية الكبرى، يوم مولد النبي المصطفى الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، زادهم الله مع كل شرف شرفا ومع كل زلفة زلفة، ورفعهم مع كل منزلة منزلة. وأنتم يا حكام الشعوب الإسلامية ممن تنطقون بالشهادتين وتعلنها إذاعاتكم وقنواتكم التلفازية ووسائل إعلامكم، وتبنون المساجد وتبثون برامج دينية، ألا قستم سياستكم وممارساتكم إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وما لا يراه، إلى ما يرضاه وما لا يرضاه، إلى ما توافق عليه شريعته وما تأباه، إلى ما يسره وما يؤذيه؟ ألا استفتيتموه عن الاستبدال عن أحكام دينه بأحكام ملتقطة تستوردونها من وضع الإنسان، وعن أخلاقه بأخلاق جاهلية، عن الكيد بالشعوب الإسلامية ووحدة الأمة وتماسكها وأخوتها تعاونا مع أعدى أعدائها من مثل الصهاينة، وعن بيع أرض الأمة وثروتها على أعدائها تثبيتا لكراسي الحكم والإطمئنان عليها، عن حفلات الرقص والخمر والفحشاء مما تضج به الفنادق التي تشيدونها لفساد الأمة وسرقة ثرواتها، وإرضاء من يريد لهذه الأمة أن تخدع عن دينها، وعن الطاغوتية التي تمارسونها على الأمة حتى لا تبقوا لها صوتا ولا رأيا ولا إرادة في شأن من شؤونها، وعن سفك الدم الحرام والإسراف في القتل والتعذيب وملء السجون والأقبية المظلمة من أحرار وحرائل هذه الأمة، وعن التعدي على أعراض المسلمين بألوان من التعديات القذرة المحرمة في السجون وخارجها ومما يتم تحت علمكم وأنتم تشهدون. أترضى شريعة الله؟ أيرضى رسول الله صلى الله عليه وآله ببقاء حرة مسلمة في السجن ليوم واحد وما هو أقل من ذلك، لأنها أنكرت منكراً وأمرت بمعروف وطالبت بحق؟ إنكم لتعرفون رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وشريعته، وتعرفون أنكم على غضب من الله مما تفعلون، ولكنها الدنيا التي تعبدون، ولا ينفع مع حب الدنيا وعبادتها فهم ولا علم ولا آيات ولا بينات، وستبقى المطالبة بالحقوق المشروعة لهذا الشعب، وستتواصل ولن تقف عند يوم أو موعد معين، وستزيد وتيرتها وتتصاعد كلما أبطأت الاستجابة لها. توقفها مستحيل، تراجعها مستحيل، إغماض الطرف عنها مستحيل، هبوط سقفها مستحيل، التحايل والالتفاف عليها مستحيل. الإعلام المضاد الذي يستهدف ثني عزم الشعب عنها فاشل، السياسة الإرهابية لتعطيلها فاشلة، المراوغة السياسية بقصد تضييعها فاشلة، كل الوسائل الأخرى للصرف عنها فاشلة. من يختار لهذه المطالب أن تتعطل فهو يختار للوضع الفاسد أن يبقى وأن يمتد، ويختار لهذا البلد أن يكون بلد طوارئ وعدم استقرار، وهذه خيانة. من أحب هذا الوطن وأخلص له وأراد به خيرا وأراد به خيرا
وبهذا المجتمع الصلاح وله الرفعة والتقدم فليعمل جاهدا على تحقيق مطالب الشعب والاستجابة السريعة لها من غير تباطؤ وتسويف. والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات وكل الأساليب الاحتجاجية ليست هواية ولا مسألة ترفيهية خاصة مع ثمنها المكلف وضريبتها الثقيلة على مستوى الأمن الشخصي للمواطن وماله وحياته. كل هذه الأساليب الاحتجاجية السلمية التي تواجه بعنف مبالغ من السلطة إنما دفعت لها الضرورة وستبقى الاحتجاجات السلمية وإن كلفت أضعاف ما كلفت ما دامت تفرضها الضرورة. وهذا الشعب أراد الحياة وتحرك على خط هذه الإرادة وقد بذل في سبيلها ما بذل وهو ماض على خطها وموف بما يقتضيه مضيه هذا من بذل وصبر فلا بد أن يستجيب القدر. أيها الشعب المجاهد الصابر، مواصلة وصبر وحسن نية وسلامة قصد واجتماع صفوف ووحدة كلمة والتزام أحكام الشريعة وعدم مغادرتها وسلمية وعقلانية ووفاء للوطن وأهله وصدق مع الله وعبودية خالصة له لا يعقب ذلك إلا نصرا مبينا وعزا رفيعا وسلاما وبركة ومحبة.